للتعليق على الموضوع ينضم الينا عبر الهاتف من غزه صحفي فلسطيني السيد احمد قديح. مرحبا بك استاذ احمد. يعني بعد اعلان واشنطن قطع مساعدته عن وكاله الانروا بالكامل، هل تعتقد ان المجتمع الدولي يمكن ان يتحرك لانقاذ عمل الوكاله؟ بالتاكيد. بعد التحيه لك وللساده المشاهدين الكرام، الكل هنا في غزه ينظر الى هذه القرارات الامريكيه بأنها ليست وليدة هذه اللحظة، وإنما على مدار عقود من الزمن، بل على مدار 70 عاما من الاحتلال، احتلال الأراضي المحتلة وتشريد المواطنين وتشريد الفلسطينيين، والذي أدى إلى وجود لاجئين على هذه الأرض. هناك حقوق ضيعتها الإدارة الأمريكية على مدار ليس رئيس ترامب، بل على مدار كل الرؤساء السابقين الذين يتحالفون ويوفرون الراحة التامة للاحتلال الإسرائيلي. الفلسطيني هنا يؤكد بأن حتى وإن كان هناك دعم من الجهات العربية والدول العربية، إنما لن تكون بقدر الكم الكبير من الميزانية التي كانت تصرفها الإدارة الأمريكية لخزينة الأونروا، وهي نسبة ليست بسيطة، 350 مليون دولار سنويا. وبالتالي هذه النسبة عندما يتم اقتطاعها من التمويل للأونروا يعني تؤثر على الحياة بشكل واضح، على حياة اللاجئين، على دعم اللاجئين. الفلسطينيون هنا في قطاع غزة يطالبون العالم بالتحرك من أجل بديل لهذا الدعم الأمريكي. هناك تحركات في دول الخليج، تحركات في أوروبا كمثلا ألمانيا التي بدأت تضخ أموال في رصيد الأنرة، ولكن بالطبع هذه خطة أمريكية إسرائيلية. كيف ترى تأثير قطع المساعدات الأمريكية عن الفلسطينيين في ظل معاناة غزة تحديدا من الحصار المستمر منذ عام 2006؟ بالتأكيد الحصار الخانق يساعد ذلك في أو يتسع في هذه الأيام بقرارات الأنروا. نحن نتحدث عن نحو 2 مليون لاجئ في غزة، أضعاف اللاجئين، أضعاف هذا العدد في الضفة، كذلك في الدول العربية المجاورة. الآن مدارس الوكالة أكثر ما نجده مطبق عليها قرارات الأنروا من خلال توقيف كافة الحراسات الليلية في مدارس الوكالة في قطاع غزة، ووقف البطالات، ما يسمى التشغيل المؤقت للمواطنين. اليوم برزت على الساحة أزمة الصف الأول للفلسطينيين المواطنين غير اللاجئين أو اللاجئين الذين لا تتوفر معهم بطاقات كرت المؤن أو كرت التموين، وبالتالي هذه الأزمة طفت على السطح. وهذا القرار يبدو أن الإدارة الأمريكية لها حصة فيه بعدم استقبال الطلاب، وبالتالي عملية تجفيف منابع الوكالة، وبالتالي الكل متضرر هنا في قطاع غزة. الكل ينظر أو يطالب بإنهاء هذه الأزمة المتواصلة. في المقابل يعني حركة فتح يعني ردت على قرار ترامب أنه لن يستطيع أن يلغي حق عودة الفلسطينيين بجرة قلم أو من خلال هذه الممارسات. ماذا تملك الحركة للرد على الفعل الأمريكي؟ السلطة الفلسطينية طبعا دائما تصرح وتؤكد بأنها لم يسقط حق الفلسطينيين. هذا ليس رأي السلطة فقط، إنما رأي السلطة الفلسطينية، رأي الشعب الفلسطيني بأكمله، رأي الشارع الفلسطيني، أن حق العودة وحق اللاجئين لا يسقط بالتقادم مهما كانت قرارات الإدارة الأمريكية. وبالتالي ليس لدينا خيارات سوى الخيارات الاحتجاجية. السلطة تحتج وتقول أنها سترفع قضايا في الأمم المتحدة، على أي حال الشعب الفلسطيني لا يملك أي ورقة ضاغطة أو أي قرار أمام هذه السياسة الأمريكية. نعم، من غزة صحفي الفلسطيني أحمد قديح، شكرا جزيلا لك.